وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة أوضح سعادة السيد أحمد السلوم عضو مجلس النواب أهم الموضوعات التي تمت مناقشتها في الاجتماع مع غرفة التجارة العربية البرازيلية. تم الاجتماع اليوم مع غرفة التجارة العربية البرازيلية والأكاديمية العالمية للحلال، وخلال الاجتماع تم مناقشة وعرض الفرص التجارية والاقتصادية بين البلدين، وتم عرض حجم التبادل الحالي ما بين مملكة البحرين وجمهورية البرازيل الاتحادية، وتم التطرق أن حجم التبادل الاقتصادي يصل إلى 1.5 مليار دولار سنويا، وتم أيضا التطرق أن هناك مجالات مهمة تم الاتفاق عليها ممكن من خلالها توسيع هذا التعاون وتوسيع أيضا مقدار التبادل الاقتصادي. وتم تحديد المجالات، وهي المجال الأمن الغذائي، مجال صناعة السيارات الكهربائية، وكذلك الخدمات المصرفية. وأيضا تم التطرق على أهمية الاستثمار في البلدين في مشاريع البنية التحتية. وتم أيضا التأكيد على أهمية أن يكون هناك زيارات بين البلدين وإقامة معارض ومؤتمرات، وذلك لدعم وتعزيز فرص التعاون والتبادل الاقتصادي بين البلدين.